بعد مقدمات كتيرة جدا هقول كلمة واحدة ان انتوا وحشتوني، ويلا بينا نبدأ في الفيديو على طول. الفيديو بتاع النهاردة هيكون سكين كير وتحضيرات للعيد في نفس الوقت. اول حاجة معانا وهو جهاز حمام البخار، انتوا ممكن تعملوه بحلة او بعلبة او بأي حاجة. مش عايز اشتغل ليه؟ بعد ما خلصنا اول خطوة، تاني خطوة معانا ان احنا نشيل الدهون بالالترا سونيك او بابرة البثور. وانا الفيديو النهاردة هستخدم الابرة عشان زيت المجهزة الصراحة. بس وانتوا بتعملوا بابرة البثور لازم تكونوا واخدين بالكم كويس، كنت اقولكم حذرين جدا عشان ممكن تلتهبوا. بعد كده هعمل ماسك الشوفان، هو جاهز من عند بوشي للنضارة والتفتيح، لان انا اكتر حاجة بحبها في السكين كير بتاعي ان انا اهتم بنضارة وشي وان وشي يفتح. انا طبعا 24 ساعة بكون في الشارع، حاسة ان انا برغي كتير قوي. هستخدم مع ماسك الشوفان النهاردة ومية الورد برضو من عند بوشي. كل وش كامل A few moments later. 5 minutes later. دلوقتي انا وشي كله مشدود، اكد ان هو نشف من كل حتة كده. بصوا مهما اعمل مفيش حاجة بتطلع فيه. اعمل اسكراب بيه لان هو فيه حبيبات الشوفان. Two hours later. يا خسارة الترويج الاولى. بهدلتها يختي. انا هغسل وشي وارجع لك. انا ما عملتش حاجه وحاسه ان انا افتحيت، مش عارفه انا حاطه الخطط يعني. سوري يا جماعه، حاسه بجد ان انا افتحيت قوي. ايه ده بجد؟ ماسك سحري سحري بجد. تاني سبب نعملها وهو القناع الاسود. انزل يا حبيبي، حاجه بتقع لي مش كده، مش عايزه ابها. بس كده كفايه، خلص. حط شوية هنا وشوية هنا. نازل يا ابني. يا رب اختي ما تشوفش الفيديو ده بجد بجد. هتهني دي اقسم بالله كلمة قليلة. بحط كده وكده وكده كده. احنا مش عايزين نحط طبقة تقيلة ولا طبقة خفيفة. طلع يا ابني. مش عايزة اطلع ماسك قليل الادب. المهم يا جماعة ما تقلوش الماسك ده عشان لما بيتقل ما بينشفش وبيبقى حقيقي عذاب. العذاب كله كده. المهم ان الفرشة ما جابتش معايا سكة، فصوابعي يعني ما اشتكتش. اتبصوا بقى في وشكم. حطوا طبقة كده ايه متوسطة يعني، متستخسروش وما تتوسطوش قوي يعني. عارفة ان ايه ايدكم بتبقى كريمة كده في حبة حاجات. 2000 years later. few inches later. وكده بعد ما الماسك نشف معانا هنشده. بس بصوا يا جماعه، انتوا بتشدوه كده ولا كده؟ شدوه خلاص ماشي. ايه انا اجيب طرفه. Six and a half hours later. اكتر ماسك بندم ان انا حطيته، بحطه من سهل السنة اصلا، بحطه كل عيد. بعد كده هنستخدم غسول يكون الفيتامينات اللي فيه تكون نسبتها عالية. فانا هستخدم الغسول بتاع الفوم من بوشي ده بخلاصة الالوفيرا للترطيب والنضارة. بحط كده بس البامبو بتاعته تقيلة شوية. وبعدين بعمل بيه وشي كله عشان اتأكد ان وشي شرب المفعول او الفيتامينات او وشي يعني ايه شربه كويس.
بعد ما اتاكدت ان انا غسلت وشي بالغسول كويس جدا او عملت الوش مساج بيه ان وشي يشرب كله، لان احنا دلوقتي المسام بتاعتنا مفتوحه، فاي حاجه نحطها على وشنا وشنا هيستقبلها بطريقه اسرع. بجد حاسه ان وشي بينور حقيقي. بصي دي ما كانتش انا في اول الفيديو. بعد كده هقفل المسام بتاعتي باي تودر عندكم او في ميه الورد، بس انا هستخدم ميه الورد من عند بوش اللي انا بحبها اكتر. هجيب القطن وجبت ميه الورد، الصراحه هرشها على وشي وبعد كده امسح بالقطن عشان ما عنديش خلق اقابل القطن وامسح على وشي حته حته. مبلوله امشيها على وشي كله عشان نقفل المسام. اوعوا تفتكروا ان احنا خلصنا، ان كده عيب عليكم، احنا ده عيد عيد. بعد كده هناخد اي سيروم انتوا بتحبوه، انا بحب بتاع لوريال، وهحط اهم حاجه بقى نرطب بشرتنا كويس عشان ايه ده كله يجيب نتيجه. هنوزع السيروم كويس. بعد كده هنيجي بالجهاز ده هنعمل مساج وشي. بعد كده نيجي للترطيب، هستخدم بايوديرما لوشي، واللي تحت عيني هستخدم بتاع لوريال ده. نفسي قوي اجرب البنفسجي الجديد بس للاسف لحد دلوقتي مش لاقيه. بعد كده هعمل مساج بيها. اخر حاجه في السكين كير بتاعنا وهو سيرم الرموش، وهحط المرطب واقول لكم على سيرم تاني للضوافر. السيرم ده للرموش والحواجب، بجد حلو قوي، هو اللي طول لي رموشي وظبطها بعد ما كانت وقعت وباظت اصلا من المسكره. وبحطه على حواجبي عشان حواجبي تتقل. مش عارفه انا قربت من الكاميرا كده ليه، ما تخافوش حبايبي. بعد كده شفايفي، ده السيرم ده برده من عند بوشي، وبتاع شفايفي من عند بوشي. الفيديو النهارده برعايه بوشي اصلا. بصوا بقى المرطب ده تحفه، وغير لونه، لونه حلو قوي. الترطيب بتاعه عالي جدا، بس اصلا يعني شفايفي وشي وشفايفي وحياتي كله بيزغر دلوقتي. والنتيجه من غير اي فلتر 10 على 10. بصوا، مش عارفه ادخل الكاميرا جوه وش ولا اعمل ايه، بس عايزه اوريكم جمال وشي. متنسوش تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب وكل الحاجات دي، انتوا عارفينها طبعا وحافظينها. ولو مش مفعلين زر الجرس طبعا لازم تفعلوه عشان تشوفوني، وانتظروني كتير قوي الفتره اللي جايه. بحبكم قوي، باي باي.